نادي شباب حسبان الذي يقبع في قرية حسبان والتي تتبع للواء نعور وتقع على الطريق المؤدي إلى محافظة مادبة. يملك فريقا من الفئات العمرية كافة في كرة القدم وجل لاعبيه من منطقة حسبان والمناطق المجاورة لها، بالإضافة إلى النشاطات الثقافية والاجتماعية العديدة. وللحديث أكثر عن نشاطات هذا النادي واحتياجاته التقينا مع السيد ياسين العواودة رئيس النادي. نادي شباب حسبان تأسس عام 1995 منذ ذلك الحين هو مشارك في اتحاد كرة القدم. أنشطة النادي الثقافية واجتماعية ورياضية. طبعا النادي مشارك في اتحاد كرة القدم بالفئات العمرية سن 16 وسن 18 والفريق الأول. الأنشطة الثقافية في عدة أنشطة، هي محاضرات ثقافية كان منها لرئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة وبعض الدكاترة والمفكرين والعلماء اللي بالأردن. الأنشطة الاجتماعية هو يعني يتساعد مع يعمل حملات نظافة للمساجد وللمناطق المجاورة له. في له أنشطة كمان يعمل يوم طبي، يعني كل سنة كان في عندنا يوم طبي للمنطقة لأبناء المنطقة. الموجودات النادي هي زي ما أنت شايف، طبعا النادي الملعب والمبنى هو اللي تبرع فيه أمانة عمان مشكورة قبل 5 سنوات أو 6 سنوات. النادي يقع على قطعة أرض 15 دونم هي ملك للنادي من أملاك الدولة. أيضا يوجد بالنادي باص للاعبين، هو هدية من سيدنا الله يطول عمره، 26 راكب الباص. طبعا هو مشارك في اتحاد كرة القدم وما في دعم من اتحاد كرة القدم ولا دعم من يعني هو صحيح الدعم الوحيد كل سنة بجوز 1500 دينار من وزارة الشباب، غيرها ما في. نادي موجود داخل اللواء اللي يخدم اللواء كله، هو النادي الوحيد اللي مشارك وفعال. يفترض انه هاي الشركات اللي موجودة بحدود 17 او 18 شركة ولا شركة تتبرع للنادي هذا بعش قروش، علما انهم يتبرعوا لأندية خارج لواء نعور. يعني يتبرعوا، يعني انا بعرف في شركات في نعور تبرعت لأندية في عمان بعشرة آلاف دينار. طب يا عمي بس اعملوا لنا صيانة للملعب اللي قاعد يخدم فئة شباب بلواء نعور بحدود 30 ألف شباب ترى بلواء نعور. كرة القدم نادي حسبان تعاني من شغلات كثيرة، اللي هي عدم الاهتمام من ناحية الاتحاد ومن ناحية مثل ما تحدث رئيس النادي، من مؤسسات المجتمع المحلي، من الشركات اللي موجودة خارج اللواء أو داخل اللواء. لواء نعور علما بأن نادي حسبان مثل ما ذكر رئيس النادي عبارة عن نادي واحد داخل لواء نعور كاملا، ويفترض أن يكون له شوية دعم. بالنسبة للاهتمام النادي بكرة القدم هو اهتمام كبير، خصوصا على الفئات العمرية، لسبب انه احنا عندنا شباب على مستوى اللواء بنسبة كبيرة، وشباب واعي مثقف وممتاز ويستحق الدعم، يستحق انه النادي يقف معه. وعندنا الحمد لله رب العالمين يعني ما يقارب 70 لاعب هاي الفئات فقط. اما الفريق الاول قصة اخرى، يعني معاناة أخرى يعني مع النادي من نواحي كثيرة، من المعانيات اللي أنت تحكي عن الدعم المالي خصوصا، وتعرف إحنا أن نعاني من شغلة التفريغ لما يكون عندك لاعب عسكري أو لاعب موظف، تعاني أنه هذا ما بيقدر يجي يلعب معك لأسباب كثيرة، أنه مثلا يكون موظف ما بيسمح له يجي مديره على التمرين. الصراحة هم كلاعبين الباب مفتوح لجميع لواء نعور كاملا وما خارج لواء نعور، من أحب أن يشترك بنادي شباب حسبان مفتوح، المجال مفتوح. أما بالنسبة للجهاز الإداري والجهاز الفني خصوصا، على إمكانيات النادي إحنا ما نستطيع نجيب مدرب من برا، يعني ما نقدر إلا من خلال اللاعبة اللي موجودين القدامى مثل الكابتن راشد والكابتن حمزة، هذول هم الشباب اللي يشتغلوا على فرقنا بسبب النقص المالي، وهم كفؤ لهي المهمة. لكن دائما بتدور أنت على الأفضل كنادي، بتدور على أفضل لفريقك.